انت عامل ازاي مع مباراة الكاميرون؟ بص الكاميرون يعني بص فريق قوي جدا وعنده مجموعه لعيبه مميزه وعنده هدافين البطوله وخمس اهداف وست اهداف حاجه يعني، لكن زيه زي اي فرق افريقي ممكن تكسبه على ارضه ما فيش اي مشكله. هو العمليه انك انت تزهقهم، ازاي تزهقهم بقى دي لازم تيجي بشكل معين. ليه؟ لان الفرق الافريقيه دي لما بتيجي اول ما بيخش ويحس ان الماتش هيهرب منه يبتدي يلعب كرات طويله ويرجع للكرات الافريقيه بتاع زمان اللي هو الضغط يرفع اوفر ويجري وراه، انت فاهم؟ فهي دي النقطه اللي انت بتكتسبها وبتحصل ليك، انت لازم تشتغل على الحته دي بقدر الامكان، ما تدهمش المساحه، المسافات تبقى قريبه عشان عمليه الترقيصه او التعديه ما يكونش في اكتر من واحد، يبقى فيه ترقيصه ويعدي ويبقى بسهوله ويخش على الثانيه وهكذا. فانت لازم الخطوط تبقى متقاربه، ده نمره واحد. الزون ديفنس في اول الماتش وتشتغل عليها، وبعد كده خدهم لحته ان هم يزهقوا يحس ان هو بتاع يبتدي يتوغل، هتلاقيه بيخرج وبيفقد حاجات كتير جدا ويبتدي ايه ترجع للكره الافريقيه بتاعت زمان. وده اللي حصل مع الفرق كلها، يعني هات لي كل الفرق الافريقيه بص هتلاقي ان ايه التسيب بتاعهم بيبقى عامل ازاي. يعني بتلاقيهم رجعوا للكره بتاعت زمان بتاعتهم اللي هو يخش بقى جامد ويعافر ويخبط ويلعب بدون يعني بدون وعي، يعني هم بيطلعوا دايما من الحته دي. طيب من الحاجات اللي انا قلقان منها وعايز حضرتك تقول لي ازاي نتعامل معاها هي التوتر. انت بتلعب مع صاحب الارض، صاحب الجمهور، الجمهور هيبقى مالي المدرجات، جمهور كاميروني، اكيد في توتر، اكيد هم هيبقوا متوترين جدا مع جمهورهم واحنا هنبقى متوترين طبعا في وجود الجماهير الكبيره، ازاي نتعامل مع المواقف ده؟ بص يعني انا في احدى المباريات لما لعبت كنت نازل ماتش الجزائر في الجزائر وتعادلنا وعملنا ماتش معاهم جامد، عايز اقول لك ان انا كنت سد وداني يعني ما بسامح حد، انزل انسى، لك انت بتلعب بره ارضك او انت بتلعب في بطوله اعتبر نفسك نازل تلعب في استاد القاهره، ده الشعور او ده اللحظات اللي ممكن تيجي داخل اللعيب، فبنزل بحس ان انا نازل العب في حتتي مكاني. هيروح منك التوتر، هتلاقي نفسك كده، عيش مع نفسك كده، يعني الواحد شوف ايه اللي ممكن بيخرجك من عملية التوتر واعمله، اقرا قرآن. حاجات كتير جدا القرآن ده مهم جدا. يعني انا من الحاجات اللي هي اللي كانت بتخليني اشيل التوتر واشيل الحتة دي كلها هي قراءة القرآن، اقرا قرآن كتاب بيبقى في المصحف، هو معاهم كل لعيب بيبقى معاه مصحف، يعني ف اقرا المصحف هتلاقي نفسك التوتر راح. يعني ايه كده من الايات اللي انت بتحب يعني تقولها مثلا قبل المباراه او كلام من ده عشان ربنا يكرمك، دي بتزيل التوتر. صح، يعني في الحاجات اللي هي الروحانيات دي طبعا اللي هي البتاع ده وتتصلي لك ركعتين ربنا يوفقك، ده هتلاقي حته التوتر والفكر والكلام من ده هتلاقي نفسك نازل بتلعب طبيعي، مفيش مشكله، ما تخافش من حد. يعني فريق الكاميرون فريق زيه زي الفريق نيجيريا وزي ما زي الفرق، ويمكن كان ادائهم ما كانش مميز في الماتشات، يعني ما هماش اللي ممكن تخاف منهم، لكن انت لو خفت منهم وعملت نوع من انواع الرعب لنفسك لا هيسيطروا عليك. لكن اللي انا شفته في الماتشين اللي فاتوا يؤكد ان مسيره المنتخب المصري ماشيه كويس جدا. صحيح، فالاحلام وحجه التوتر افتكر انها مش هيحصل عندهم، لان ماتش المغرب ده ماتش مفروض ان بيحصل توتر اكتر من ماتش الكاميرون. مظبوط، يعني ادائك مع ورغم كده لا كان في توتر قدام المغرب، وان شاء الله ما يبقاش ابدا في توتر قدام الكاميرون.